السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي، حبايبي أهلا بيكم في قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي. برجو وأتمنى منكم الاشتراك في قناة مصر للتعليم الابتدائي وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. هنبدأ مع بعضنا الدرس الرابع، مادة العلوم، الفصل الدراسي الأول، نشاط رقم إيه؟ رقم 12. طبعا تصميم نموذج جسيمات المادة. اقرأ السيناريو واكتب ملاحظة تصف فيها ما حدث باستخدام واحد او اكثر من المصطلحات الاتية: المادة والجسيم، صلب، سائل، غاز. طبعا احنا الدرس اللي فات اللي هو الدرس الثالث اخدنا ايه هي المادة، وقلنا ان المادة كل ما يشغل حيزا من الفراغ وله ايه، وله كتلة. طيب ايه هو الجسيم؟ الجسيم ده حاجة او مادة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، اللي هي الجسيمات الصغيرة المتنايات الصغر. الصلب طبعا دي حالة من حالات المادة، والسائل حالة من حالات المادة، والغاز حالة من حالات المادة. كانت كرمة وهادي يلعبان بمكعبات الثلج خارج المنزل في يوم صيفي حار. كان بالصيف، وكرمة وهادي كانوا بيلعبوا بإيه؟ بمكعبات الثلج دي. تركوا مكعبات الثلج على الطاولة ونسوا ايه؟ ونسوا تنظيفها، نسوا ان هما ينظفوا ايه؟ ينظفوا الطاولة. عادوا بعد عدة ساعات، بعد ساعة ساعتين في الصيف طبعا، ولم يجدوا مكعبات الثلج. زي ما احنا شايفين هنا مفيش مكعبات ايه؟ الثلج او مياه على الطاولة. طب ايه اللي حصل؟ طب لذلك شعروا بالحيرة والقلق. الله، طب احنا هنا اهو كنا واضعين بعض مكعبات الثلج زي ما احنا شايفين على ايه في الصورة. أصبح هنا مفيش مكعبات ثلج ولا في حتى مياه، الطاولة جافة. طب إيه اللي حصل؟ طبعا برأيك ماذا حدث لمكعبات الثلج؟ إيه اللي حصل؟ طبعا تعرضت للحرارة، مكعبات الثلج تعرضت ليه؟ للحرارة. فبدأت الجسيمات تتحرك بسرعة، فتحولت من الحالة الصلبة إلى الحالة إيه؟ السائلة. وباستمرار تعرضت الجسيمات للحرارة، تحول السائل لغاز وتبخر. طيب هنا قرر هادي وكرمة أن يصمم نموذجا يوضح كيف تتكون المادة من جسيمات. أي من هذه الأشياء سيختارون لتمثيل الجسيمات في هذا النموذج؟ اشرح سبب الاختيار. طبعا هنا مشروب سكري، كرات تنس الطاولة، قطع ورق صغيرة جدا، قوس ايه؟ قوس قزح. طبعا ناخد نشاط رقم 13، حجم الجسيمات متناهية متناهية الصغر. احنا عرفنا ودرسنا ان الجسيمات يمكن ان تكون متناهية الصغر، حتى ان بعض هذه الجسيمات لا يمكن رؤيتها بالمجهر. احنا قلنا يا استاذ ان المرة اللي فاتت حضرتك قلت لنا ان في بعض الجسيمات لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة، لكن بنشوفها بايه؟ بالمجهر. في كمان يا حبايبي بعض الجسيمات لا نستطيع رؤيتها حتى بالمجهر. طب ايه هي الجسيمات متناهية الصغر؟ دي بيعتمد الحجم الحقيقي للجسيمات على نوعها او كيفية ارتباطها مع بعضها. طيب متوسط حجم الجسيم صغير جدا، حجم الجسيم صغير ايه جدا؟ شعيرة واحدة من شعرك بيساوي 150 الف الى 300 الف جسيم. انتوا متخيلين الرقم ده؟ يعني ان شعرة من شعر رأسك حجمها قد الجسيم 150 الف الى 300 الف جسيم. طبعا يبقى اذا الجسيم دوت حاجة صغيرة جدا جدا جدا. كيف نرى الجسيمات؟ طبعا اخترع العلماء العديد من الاجهزة والكثير منها التي نستخدمها للتكبير. بداية من ايه؟ عندي دي اسمها العدسات ايه؟ المكبرة. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه المجهر. طب ده اسمه ايه دوت الاخير دوت؟ اسمه المجهر الالكتروني. المجهر ايه؟ الالكتروني. تمام؟ طبعا هنا ده بيمثل لك ايه؟ جزء من شعرة مكبرة، وطبعا ده ايه؟ هو الجزء دوت.
طبعا بيستخدم العلماء نوعا خاصا من المجاهر اسمه المجهر الإلكتروني اللي هو احنا شفناه الأخير دوت، لرؤية الجسيمات المنفردة اللي هي الصغيرة ومتناهية الصغر. طبعا لا يمكن استخدام المجاهر المستخدمة في فصول العلوم. احنا عندنا طبعا في مجهر في فصل في معمل العلوم طبعا احنا مش بنستخدمها. ليه؟ لأنها ليست قوية بما يكفي لرؤية هذا النوع من الجسيمات متناهية الصغر، مش قوية عشان ايه نشوف الجسيمات متناهية الصغر. كيف نستطيع إثبات وجود الجسيمات؟ طبعا يمكن أن تساعدنا دراسة الغازات على إثبات أن هذه الجسيمات غير المرئية موجودة بالفعل. إزاي؟ يعني أنا عندي مثلا الهواء، الهواء ده غير مرئي، حد يقدر يشوف الهواء بعيني؟ لا طبعا. طب أنا عايز أعرف وأثبت أن هذه الجسيمات الغير مرئية موجودة فعلا، طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ فكر فيما يحدث عند نفخك للبالون. أنت لما بتيجي تنفخ البالون طبعا بتتحرك جسيمات الهواء داخل البالون بسرعة، نتيجة الحركة السريعة بترتد الجسيمات داخل البالون وينتج عن ذلك قوة بتؤدي إلى انتفاخ إيه؟ انتفاخ البالون، وتصنع إيه؟ شكل البالون الدائري زي ما إحنا إيه؟ زي ما إحنا شايفين هنا. طبعا هنا أهو ممكن تجيب بالونة وتعمل إيه؟ وتنفخها أهو بالشكل دوت إلى أن تصبح بإيه؟ بالشكل دوت. طب عند الضغط على البالونة، أنا ضغطت عليها، ضغطت إيه؟ على البالونة زي ما إحنا شايفين أهو، دي إيدي ودي إيه؟ ودي البالونة، أنا ضغطت عليها. يمكنك تصغير حجمه بدفع إيه؟ الجسيمات بالقرب من بعضها، يعني أنا لما بضغط بصغر حجم الهواء بإيه؟ بدفع الجسيمات، وإن هي الجسيمات بتاع الهواء بتقرب من إيه؟ من بعضها البعض. ولكن قد ينفجر، ممكن إيه؟ ينفجر عند الضغط الشديد. وتتسرب الجسيمات إلى الهواء مرة إيه؟ مرة أخرى. في البعض منا بيعتقد إن الغازات لا تصنف من المواد لأنها غير مرئية، وده طبعا اعتقاد غير صحيح. فالغازات من المواد التي لها إيه؟ لها حجم وتشغل حيز من إيه؟ من الفراغ، وليها كتلة كمان. طيب قيم نفسك او اختبر نفسك، ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ. نستطيع رؤية الجسيمات متناهية الصغر باستخدام العدسة المكبرة. طبعا الاجسام متناهية الصغر لا نستطيع رؤيتها بالعدسة المكبرة، يبقى اذا الاجابة ايه؟ الاجابة خطأ. 2، يمكن ان تتحول الجسيمات الصلبة للثلج لجسيمات سائلة بفعل الحرارة. طبعا الجسيمات الصلبة للسلك ممكن تتحول بفعل ايه؟ بفعل الحرارة الى سائلة. يتكون الهواء من جسيمات متلاصقة ببعضها، طبعا خطأ. يعتبر الثلج مادة مثالا على المواد الصلبة، طبعا الثلج مادة ايه؟ مادة صلبة، العبارة ايه؟ العبارة صحيحة. لا يمكننا رؤية جسيمات المادة بالعين المجردة، طبعا الإجابة صحيحة، احنا ما نقدرش نشوف الايه الجسيمات المادة بالعين المجردة. أكمل العبارات ايه أو الجمل التالية، تتكون المادة من نقط متداخل متناهية الصغر، طبعا تتكون المادة من جسيمات، يبقى اكتب هنا ايه؟ جسيمات متناهية الصغر. استخدم العلماء نقط لرؤية الجسيمات متناهية الصغر، طبعا المجهر الإلكتروني، يبقى اكتب هنا المجهر الإلكتروني. حالات المادة تعتمد على نقط بين جسيماتها، القرب أو البعد بين إيه؟ بين جسيماتها، أو الحركة بين جسيماتها. تتحرك جسيمات المواد نقط بحرية تامة، طبعا تتحرك جسيمات المواد الغازية بحرية تامة. يمكن الاستقلال على وجود المادة نقط عند الضغط على البالونة، طبعا يمكن الاستدلال على وجود المادة الغازية عند الضغط على ايه؟ البالونة. يمثل واحد او الف المادة ايه؟ ادي دي باء، دي الف، دي المادة الغازية. طب يمثل باء، باء ديت، دي المادة ايه؟ دي المادة السائلة. يمثل جيم المادة ايه؟ دي طبعا جيم المادة الصلبة. بكده يا حبايبي ننتهي من هذا الدرس، برجو واتمنى اشتراككم في قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم
كل جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.